إذن للحديث أكثر عن أوضاع السجون في العراق في ظل تفشي عمليات تعذيب المعتقلين، ينضم إلينا عبر سكايب من برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق الأستاذ علي القيسي. أستاذ علي، بداية مرحبا بك. الحكومة في العراق دائما ما تعلن في تصريحات لها سابقة وحالية وربما لاحقة أن التعذيب في السجون قد انتهى، هذا الملف تم إغلاقه، يعني لم يحاسب أحد من المتورطين في التعذيب في السجون حتى اللحظة. إلى أي مدى ترى يعني صحة في التصريحات الحكومية بين الفينة والأخرى بشأن موضوع أو ملف التعذيب داخل السجون في العراق؟ لا صحة ولا مصداقية لكل التصريحات الصادرة من الحكومة العراقية بخصوص ملفات التعذيب وملفات حقوق الإنسان في العراق بشكل عام، وهذه بين فترة وأخرى يخرجون علينا من فضائيات معلومة يحاولون أن يسوقون للرأي العام الدولي والمنظمات الدولية كلام ليس له يعني وجود بالواقع حقيقة، وهذا ما يثير ألم وحزن ويعني يمس مشاعر ذوي المعتقلين والذي يفقدون أبنائهم في السجون نتيجة التعذيب ونتيجة الإهمال الطبي ونتيجة سوء التغذية وانتشار الأمراض وغيرها من الأسباب. نعم، رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية أستاذ علي، وهي طبعا من المفترض أن تكون لجنة رقابية شعبية، نفى انتهاء عمليات التعذيب في سجون العراق الحكومية. كيف تقرأ هذا الإقرار مع التأكيدات الحكومية بانتفاء وانتهاء التعذيب؟ من المؤكد أنه لجنة حقوق الإنسان التابعة للبرلمان العراقي يفترض أنها جهة يعني يعتد بها، وهذا التصريح مهم جدا حقيقة، لكن هذا التصريح تكرر، يعني احنا أكثر من 20 أو 30 مرة سمعنا من لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي هذا الكلام. نعم. طيب، هذه لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي يفترض أنها لجنة رقابية تتصدى للأجهزة الأمنية المختصة والحكومة العراقية وأجهزتها اللي تمارس التعذيب. لا يكفي أنك تقول يعني تقول تكذب أو تقول حقيقة في هذا الوقت. ماذا فعلت هذه اللجنة؟ هذه اللجنة بيدها كثير، يعني بإمكانها أن تفعل الكثير، بإمكانها غدا أن تطلب من المنظمات الإنسانية أو من ذوي المعتقلين قوائم بأسماء اللي يرتكبون عمليات تعذيب ممنهجة في السجون العراقية، وبإمكانها وهذا هو المطلوب منها أن تفتح أبوابها لذوي المعتقلين وللمعتقلين الذي تعرضوا للتعذيب وتحقق وتنشط، يفترض أنها تنشط في زيارة المعتقلات والسجون زيارات مفاجئة. لكن هذه اللجنة وزير الداخلية يا سيدي لا يستطيع يزور السجن، فما بالك بلجنة برلمانية. ما مدى خطورة أستاذ علي أن يكون هناك استمرار ومنهجية لتعذيب الأطفال داخل السجون الحكومية في العراق؟ التقارير تعذيب الأطفال واعتقالهم مع كبار السن وغيرها من يعني المنظمات الدولية شخصت ذلك منذ العام 2003، وللأسف لم يحدث أي تغيير لهذا الموضوع، والسبب هو غياب اللجان الرقابية، والأهم من ذلك هو غياب الإفلات من العقاب والجهات التي يمكن أن تحاسب على هذه القضايا، خاصة في وقت يعني ثبت فيه أن العراق يعاني من انهيار تام لمنظومة القضاء والعدالة. يعني بعد تسيد الإفلات من العقاب وبعد غياب العقاب، يعني هذه الاعتقالات تتم في كثير من الأحيان في من مناطق معينة، ويتم نزع الاعترافات بالتعذيب وسوء المعاملة كما أكدت طبعا منظمة العفو الدولية والكثير من المنظمات الإنسانية. هل هذا الأمر يجعل العراق في مصافي الدول التي ربما توصف بالدول التي ترهب
الإنسان، وخاصة بالنظر إلى ما جرى في العراق من مشروع تغيير ديموغرافي ووصف البعض من شرائح المجتمع بأنهم عدائيون أو إرهابيون؟ أولاً ما يخص هذا الموضوع في مسألة التمييز والاستهداف على أساس الطائفي، خاصة في مناطق السنة وفي محافظاتهم وفي حزام بغداد أكثر شيء هذه الكارثة. هذا العراق هو الأسوأ به، يعني باتفاق المنظمات الدولية واتفاق حتى المنظمات التي لها قدرة أنه تعمل ولو بنسبة 1% في بغداد. أما مسألة تعذيب واعتقال الأطفال، فالكل يعلم أن هناك منظمة خاصة في الأمم المتحدة مهمتها متابعة تعذيب الأطفال وفي الحروب وفي النزاعات وغيرها، وممكن أن تضع هذه المنظمة الحكومات والدول والمسؤولين ضمن قائمة الدول الذي يعذبون الأطفال. أنا أعتقد بأنه العراق يجب أن يوضع في هذه القائمة، لأنه عمليات اعتقال الأطفال وتعذيبهم واعتقالهم مع يعني مع جهات مع عتاة المجرمين وأشخاص أكبر منهم، وهذا يعتبر مخالفة فظيعة للقانون الدولي، بالإضافة إلى تعرضهم إلى أشياء سيئة يعني يعف اللسان عن ذكرها حقيقة، لأنه مرتكبي هذه الأشياء والأعمال الإجرامية يعني لا يتورعون عن 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 فعل أي شيء دنيء للأسف. أنا أعتقد أن العراق يجب أن يكون ضمن قائمة الدول التي تعذب الأطفال، وهذا أمر ثابت ومعروف في العراق. شكرا جزيلا عبر سكايب من برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق الأستاذ علي القيسي.